السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الـ probability distribution as a discrete random variable. probability distribution as a discrete random variable. هناخد إن شاء الله في الشابتر ده الـ random variable، الـ discrete random variables، الـ cumulative distribution function أو الـ CDF، الكوميولاتيف ديستريبيوشن فانكشن، وهناخد الماثيماتيكال اكسبكتيشن، هناخد المين والفارينس اكوردنج تو الراندوم فاريبل. هيتكلم الاول على الكونسبت اوف الراندوم فاريبل. الديفينيشن اوف الراندوم فاريبل از ا فانكشن ذات اسوشيت ايتش اليمنت in the example of a sample space with a real number x such that s tends to r. بيقول لي ان الراندوم فاريبل x ده اقدر اجيب قيمته ازاي. عندي نوعين الاول من الراندوم فاريبل: discrete random variable، countable random variable، and the continuous random variable the uncountable random variable. The uncountable random variable يبقى اسمه continuous او ال interval random variable. هيتكلم على discrete random variable. For example x represent an exam score for randomly selected students. The score of the students in exam. Say مثلا ال x دي represent the number of the people in a room at randomly selected time of a day. Say in the x be number of the upper face of a random tossing a die. تمام؟ يعني ممكن ببساطة جدا say مثلا عندي if we tossed a coin three times فالsample space بتاعي H and triple T. ممكن يقول لي let X this sample space S. Let X be a random variable. You represent the number of the head in each sample. The number of the head in each sample. هنا the number of the head 3. Number of the head 2. 2. 1. 2. 1. 1. 0. يبقى ال x be a random variable which represent the number of the heads in each sample. Then the x equal 0. 1. 2. 3. ده اكزامبل على الراندوم فاريبل x. تمام؟ طيب الجزء بتاع الراندوم فاريبل ده هو اللي بيربط ما بين الديسكريبتيف ستاتستكس اند الابلايد ستات، وهنتكلم على الجزئيه دي لما نوصل لها في الجزئيه بتاعه الريلاتيف فريكونسي. تمام؟ عندي الراندوم فاريبل ده ليه بروبرتس معينه. ايه هي البروبرتس دي؟ انه ما ينفعش يبقى نيجاتيف. تمام؟ الحاجة التانية انه ما ينفعش يبقى البروبابيلتي بتاعته جريتر ذان 1. ثانية واحدة. الراندوم فاريبل اكس هيبقى ليه probability. البروبابيلتي بتاعت الراندوم فاريبل اكس دي اسمها البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن. بتحقق انها تكون probability distribution function لو ان البروبابيلتي بتاعت اي ايفنت من اللي موجودين عندي دول كانت greater than or equal 0 less than or equal 1. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان السمشن اوف البي اكس ماست بي ايكوال 1. طيب تعال نشوف اكزامبل. اكزامبل بيقول لي in a testing two lamps هيختبر لمبه
لمبتين اذا كانت ديفكتيف ولا نون ديفكتيف، عنده مجموعه من اللامبس كده هيعمل تيست عليها مرتين، فهيبدا يشوف اللامبس اللي موجوده عندي دي اذا كانت ديفكتيف ولا نون ديفكتيف. فبالتالي التري دايجرام اللي هتريبريزنت السامبل سبيس بتاعي اول سيلكشن هيكون موجود يا اما ديفكتيف لامب يا اما نون ديفكتيف لامب. تاني سيلكشن هيبقى موجود ديفكتيف لامب او نون ديفكتيف، ديفكتيف او نون ديفكتيف. يبقى السامبل سبيس بتاعي ديفكتيف 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 نون ديفكتيف نون ديفكتيف ديفكتيف نون ديفكتيف نون ديفكتيف. ده السامبل سبيس اللي موجود عندي. سي ان الاكس بي ا راندوم فاريبل ريبريزنت النمبر اوف الديفكتيف يونتس او النمبر اوف الديفكتيف لامبس. ففي السامبل الاولانيه عندي 2 ديفكتيف لامبس، هنا وهنا 1 ديفكتيف لامبس، هنا 0 ديفكتيف لامبس. فالاكس هتاخد 0 و1 و2. امتى كانت اكس ايكوال 0؟ لما يكون عندي نون ديفكتيف التو لامبس. امتى الاكس كانت ب 1؟ يعني النمبر اوف الديفكتيف يونتس كانت 1 اللي هي دي ان وان دي. طب امتى الاكس كانت 2 ديفكتيف لامبس؟ لما كانت دي دي. تمام؟ اقدر اعمل له تيبل صغير كده اكتب له الاكس والبي اوف اكس. اكس ب 0 و1 و2. البروبابيلتي اوف 0 ايكوال 1 اوف 4. 1 سامبل اوف 4 سامبل. البروبابيلتي اوف 1 ايكوال 2 اوف 4. البروبابيلتي اوف 2 ايكوال 1 اوف 4. اوكي؟ هنلاحظ ان البروبابيلتي بتاعت اي اليمنت من دول جريتر ذان اور ايكوال 0 وليس ذان اور ايكوال 1، يعني لا نيجاتيف ولا جريتر ذان 1. الحاجة التانية ان السمشن بتاع البي اوف اكس كلها ايكوال 1. يبقى الراندوم فاريبل ده اكس بيريبريزنت بي دي اف probability distribution function او probability density function. تمام؟ ده اكزامبل كان موجود معانا بسيط جدا وشفنا الاكزامبل ده. تعالى بقى نشوف اكزامبل اكبر شويه. توسنج افير كوين، توسنج افير كوين 3 تايمز اند ديفاين ذات الاكس از ذا نمبر اوف الهيدز in each sample. Find the probability distribution function and the probability histogram of x. طيب تعالى نشوف الاكزامبل ده يتحل ازاي. Tossing a fair coin 3 times كانه رمى، يبقى ال 3 diagram بتاعتي هتبقى ال first toss هتبقى head or tail. Second head tail head tail. الثيرد head tail head tail head tail head tail. يبقى السامبل سبيس اس ايكوال اتش 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 تي اتش T H H T T T H H T H T T T H والتريبل T اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هو النمبر اوف الفيسز تو ذا باور النمبر of التوسز. النمبر اوف الفيسز 2، عدد الاوجه بتاعت الكوين 2، اترمت 3 تايمز يبقى 8. يبقى ادي السامبل سبيس. هو بيقول لي ليت اكس بي ا راندوم فاريبل ريبريزنت النمبر اوف الهيدز ان اتش سامبل. زي ما هو بيقول لي ليت اكس بي ا نمبر اوف الهيد ان اتش سامبل. يبقى النمبر اوف الهيد بالنسبه لي للسامبل الاولانيه 3 2 2 1
2 1 1 0 then x 0 1 2 3 x equal 0 denoted by d d sorry t t t which is represented by the sample which doesn't contain any head x equal 1 from the samples which contains one head h t t t h t t t h x equal 2 represented by the sample which contains two head h h t t h h h h t h x equal 3 the sample which contains 3 h h h h we can get the probability of x equal 0 and x equal 1 and x equal 2 and x equal 3 the probability of x equal 0 number of the element of the event divided the number of the element of the sample space equal 1 over 8 the probability of x equal 1 the number of the element of the event 3 over the number of the element of the sample space 8 x equal 2 3 over 8 x equal 3 1 over 8 okay we can rewrite this distribution using هنا قدرت ان انا اكتب له الفريكوانسي ديستريبيوشن او البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن فروم اكس اند البي اوف اكس لما قلنا البروبابيلتي اوف اكس ايكوال 0 ايكوال 1 اوف 8 البروبابيلتي هون اكس ايكوال 1 ريبريزنتد باي 3 اوفر 8 البروبابيلتي اوف اكس ايكوال 2 3 اوفر 8 البروبابيلتي اوف اكس ايكوال 3 1 اوفر 8 نلاحظ ان البروبابيلتي بتاعت اي ايفنت من دول جريتر ذان or equal 0 less than or equal 1 والسمشن بتاع البي اكس كلها equal 1 تمام يقدر هنا يرسم الجراف اللي يريبريزنت الفانكشن اللي عندي دي بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي اقدر ارسم ال x axis بي represent ال value of x 0 1 2 3 وال y بي represent ال b of x اللي هي 1 over 8 1 2 3 4 كلها divided by 8 عشان تبقى ماشية 1 2 3 عند ال 0 كانت 1 over 8 0 1 over 8 عند ال 1 كانت 3 over 8 3 over 8 1 2 3 عند ال 2 كانت 3 over 8 عند ال 3 كانت 1 over 8 وبكده انا بقى رسمت البار تشارت او الهيستوجرام فور البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن اللي عندي اللي كان طالبها مني الحل بتاعه اهو كل وضوح
يبقى السامبل سبيس موجود قدامي، البروبابيلتي ديستريبيوشن اوف اتش اكس موجوده قدامي، والفريكوانسي تيبل او البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن موجوده بالشكل ده قدامي. تمام، رسم البار تشارت بتاعتها بالشكل ده او الجراف اللي بالصوره دي قدامي. تمام، اكزامبل تاني بيديني توسنج تو دايس اند ديفاين البروبابيلتي او ديفاين راندوم فاريبل اكس از ا سميشن اوف ذا تو فيسز. يبقى انا عندي الاكزامبل التاني يقول لي ان الاكس ان البروبابيلتي اكسبيرمنتس اللي عندي توسنج ا داي توايس، يبقى الاوتبوت بتاعي هيبقى بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. يعني الريزلت بتاعتي 1 1 1 2 1 3 2 1 6 2 1 2 2 6 3 1 لحد 6 و1 وهنا 2 6 و6. يبقى ادي السامبل سبيس بتاعي which formed from 30 elements 35 36 elements which formed from 36 elements اللي هم ال number of الفيسز to the power ال number of التوسز. ال number of الفيسز بالنسبه لي هم 6 فيسز اترمت مرتين، يبقى ادي السامبل سبيس بتاعي. هو بيقول لي الاكس بي ا راندوم فاريبل يريبريزنت السم اوف التو فيسز. يبقى الاكس ستارتد باي 2، ذا فيرست سميشن 1 بلس 1 ايكوال 2، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الماكسيمم سميشن when we get 6 plus 6 equal 12 then x equal 2 from 1 and 1 summation of two faces equal 2 x equal 3 summation of two faces equal 3 1 and 2 2 and 1 x equal 4 1 and 3 3 and 1 2 and 2 x equal 5 1 4 4 1 2 and 3 3 and 2 x equal 6 1 5 5 1 2 4 4 and 2 3 3 x equals 7 1 and 6 6 and 1 2 and 5 5 and 2 3 and 4 4 and 3 and so on. بالشكل ده يبقى انا عندي السامبل سبيس بتاعي اللي انا جبته زي ما انتم شايفين القيم اللي فاتت اللي هي اكس والبي اوف اكس. اقدر اكتب، انا هكمل بعد كده لحد 12 اكس ايكوال 12. اللي انا اقدر بعد كده اعمل تيبل من الاكس والبي اكس بالشكل ده اكس وبي اكس، الاكس ايكوال 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وان اكس ايكوال، ثانية واحدة،
اكس اند البي اوف اكس، اكس ايكوال 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الـ probability when x equal 2 equal 1 of 36. 1 over 36. الـ probability of 3 equal 2 over 36. probability of 4 3 over 36. 4 over 36. 5 over 36. probability of 7 equal 6 over 36. probability of 8 equal 5 over 36. 9 4 over 36. 3 over 36. 2 over 36. 1 over 36. الـ probability دي بتريبريزنت probability distribution function، لأن الـ probability of x greater than or equal 0 وless than or equal 1. تاني حاجة إن السمشن بتاع الـ bx كلها equal 1. تمام؟ كده أنا وصلت للتيبل اللي قدامي ده، وادي الجراف اللي بيريبريزنت البار تشارت بتاعت البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن. تمام؟